اون لي ديزيت كيما مداري نحن ذاهبين لاداء صلاه الجمعه. الله يجعل ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وجمعه مباركه ان شاء الله للجميع. كاين واحد الشيخ هنا في مسجد الكوثر ما شاء الله، نبغي نسمع الهضره تاعه قدام خطبه تاع الجمعه. يحكي كلام ما شاء الله على صحته. هاو دوكا يهضرنا على الزنزله، يهضرلك على كلش، على المجتمع، على والله صافي بليزير. نبغي نسمع على هذا الشيخ اللي راه يهضر هذا، صلوا مليح اللي يصلي في مسجد الكوثر يقول لي اسمع. والله الله يجازيكم ما شاء الله. نبغي كل من كيما يكونش هو ما تجي صامطه الجمعه. والله راه يهضرنا على الزنزله مسجد الكوثر. هنا وين كبرت وترعرعت لي ديزاد، هذه هي الحومه تاعي في الشير فوبول شير، هذه هي حومتي. هذا هو المسجد اللي كنت نصلي فيه من كنت صغير، نقرا القران فوالا. راكم في حومتي لي ديزاد. بما يريد منطوق القرآن الكريم أن يوصل إلى ذلك. نعم، زدنا بعد فيه. عذاب قوم لوط كان بي الصيحة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. واتقوا الله ولا تخزوني. قال أولم ننهك عن العالم العالمين، قال هؤلاء بنات كنتم فاعلين، لعمرك إنه لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة بالمشركين. من هذه الصيحة؟ مقبلها الرشفة، رشفة الأرض، علاقة رشفة، اهتزاز الأرض الصيحة. والعلماء قالوا ان هذا رشفة الارض لها صيحه، الموجات الارضيه او الموجات الحراريه والمعلومات الارضيه. نعم هذا الشيء حط لا وطلع هذا النعناع بارداك من النعناع يحط مرشي يحط سي دوماج. الله يجعل ربي يقبل منا ومنكم صالح الاعمال. هذا زاد القايمه تاعنا كيما نداري تاع الحاجه، الله يحفظها ويطول في عمرها. هاي المرقة تاعهم بالزيت، شو كيجي ليها، وهاي تاعي بلا زيت، شو كيجي ليها. راه دايرت لي مسكينة الجوع، تو دير ما عنديش الهريسة، راه حامل. شبيت تفكرت، الحاجة اللي جات عند سليم، السوق الفلاح تاع البلاد، راني شريت لك الهريسة تاعك، السبت غدوة بإذن الله، أحيانا الله، أرواح يدي الهريسة تاعك غادي نخليها، غدوة راح نشري عليه، ونخليها عندها إن شاء الله، أوكي؟ هذه هي. روحي ريكوبيري الهريسه اللي شريتها لك من الوهر من البارح، خاطش جات وحده عند سليم وقالت له قول سقسي لي اميرال مين شرا الهريسه هذيك تاع البوماده، خاطش هنا في بلعباس ما كانش، وراني شريت لها وحده وغادي نعطيها غدوه باذن الله لسليم. روحي ريكوبيريها مع عند سليم. هذه هوا جوا يا خو يا خو هاي قلبتها جوا، جوا احمر الاحمر والله احمر والله احمر يا خويا كروطة كابويا وراها كابويا يا ما كابويا حمرا هذي حمرا هذيك مليحة كابويا حمرا. انا غير خضرة في ال في ولا تليفون بلا لافاطير فاهم. شو شو كي حامي هذا هو المومون الشباب مور اللي نبغيه بزاف مور صلاة الجمعة بيان سور. الله يجعل ربي يتقبل منا ومنكم.
هذاك اللي نضاري حط اللي نضاري حط انا به راوي خير هذاك اللي نضاري حط في المسجد الكوثر النعناع صافي دير خاطر زي ما نزيدوش نتكلوا عليك خويا ما نزيدوش نتكلوا عليك صاحبي راه مامور راوي نديرو دروك نشربو شويه تاع اللبن اللبلابي راك فاهم اللبلابي يجي خويا في الكوب يجي في الكوب خواطر ودي اولالا فينك فيها رشقة على فيها رشقة شابة هذا الكوب كوب من اللبن حس روحك راك في وقت ال راك فاهم كوب من اللبن ورغيفا من الخبز شوفوا ولا راه راوي ولا راه مازال ما راهش راوي بسم الله ما شاء الله فوالا لي ديزات كما داري طعيمة تاع الميمة بالبينة وبيان سور توجور حاضر التمر العظمة وهذه الشابة فري شابة حوس عليها في لاباسي امبارح ما لقيتش عند وراهم دايرين عند لا غروند بوست لا غروند بوست كان حاطين تما اكسبوزيسيون تاع واحد الصوالح ما لقيتش غير بقاتهم غير العظمة هذه ما كانش ما بقاتلهمش وهذه اللي شريتها من القرار السيادي شريتها من ساحة الشهداء الجي مطعم بسم الله الخارجية الفرنسية ويقول بأن فرنسا ستعزز جهودها لتعزيز العلاقة هذا ما لقلكم لا خرج فيهم عمي تبون الفرنسي خرج فيهم قال لها العلاقات الثنائية بين البلدين إلى أين تتجه لماذا لا خرج فيهم عمي تبون لا يطيح صحته هذا ما لقلهم بسم الله الأجواء بالرغم من أنه في الأشهر القليلة الماضية هناك تقارب بين البلدين في عدة مواضيع وما دام أن الأمر يتكرر خلال الثلاث سنوات الأخيرة نشاهد مجموعة من الأمور من فرنسا تجاه الجزائر هل يمكن بناء على كل هذا بناء علاقات ثنائية بين البلدين بزعيم الناشط الامباسادور دو فرانس ورحب ايضا الجزائري قال لها تقدروا ولا شكرا جزيلا لكم معك استاذ ما خلوا راه يديرها من المغادره من هذا من قال لهم سقد سقد برك الرعيه الجزائريه التي ذهبت او من قال لهم التراب الوطني راه خارج فيهم ما تنسعي تعمي تبون حكمه هنا حكم يعني عملية أو يعني هناك هجرة القرافص يا أخوي يعني أستاذ نجيب شكرا أخي زكي أسعد بهذه الاستضافة أيام بعد